السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحضر معكم ناباج. عندنا هنايا ملعقة صغيرة من نشا ديال الذرة، نصف ليمونة حامضة، كأس من السكر، وكأس ونصف من الماء. انا بالنسبة لي لان غادي نحتاج غير شوية، ما درت الكيسان غير صغيورين. المهم نتوما على حسب الحاجة، بغيتو كبار ديروا الكيسان كبار. اول حاجه كنضيفوا الماء، نجيبوا كاسرول، كاس ونصف من الماء، كاس سكر، نديروا معلقه صغيره ديال النشا، وعندنا ربع كاس من الليمون اللي هي نصف ليمونه. كنخلطهم مزيان، نديروهم فوق النار كيف ما تشوفوا. غادي نديروهم فوق النار مع التحريك، ما غاديش نوقفوا من التحريك حتى يدوبنا هذا السكر، حتى يبدا يغلى عاد نحبسوا من التحريك. مي كيبدا يغلى بحال هكا كنخليوه حتى كيبدا يتقال، عاد كنهزوه من فوق النار كيف ما تتشوفوا. ها هو بدا يتقال، كنخليوه حتى كيولي بحال هكا مكشكش تيتقال، عاد كنحطوه في زلافه يبرد. نجيبو هنايا صفايه كيف ما تتشوفوا، تيجي على هذا الشكل. كتستعملوا غير شويه ومن بعد كتغطيوه بالسلوفان وكتخشيوه في الثلاجه.